وسهلا فيكم من جديد في قناتي مع كتاب، معكم حسين من البحرين وحلقة جديدة لهذا اليوم أتمنى أنها تنال إعجابكم. حلقة اليوم هي الحلقة الرابعة في سلسلة مراجعات روايات البوكر. راح نتكلم اليوم عن جائزة البوكر للعام 2013 والذي كانت من نصيب رواية ساقل بامبو للمؤلف الكويتي الشاب سعود السنعوسي. قبل أن أتكلم عن الرواية راح أتكلم نبذة بسيطة عن الرواية. الرواية هي عبارة عن سيرة ذاتية، سيرة حياة عيسى أو خوسي أو جوزيف أو خوسي، المولود من أب كويت الجنسية يدعى راشد وأم فلبينية الجنسية تدعى جوزيفي، ورحلة بين عالمين مختلفين، مجتمعين متناقضين للبحث عن هويته باعتقاده بأنه راح يكون مثل ساق البامبو اللي متى ما اقتلعت من مكان وزرعت في مكان آخر راح تنمو من جديد، لكن اكتشف في النهاية بأن يوم كان لا يملك شيء سوى العائلة في مجتمع ما، في المجتمع الثاني كان يملك كل شيء سوى العائلة، فكيف كان ذلك؟ قبل المراجعة للرواية راح نتطرق شوي لشخصيات الموجودة في الرواية. راح نبتدي بالشخصيات الموجودة في الفلبين وهي عائلة والدة عيسى. الأم جوزيفين، الخالة اسمها إيلدا، ابنة الخالة ميرلا، الجد مندوزا، الخال بيدرو، زوج الأم ألبرتو، وشقيق عيسى من الأم أدريان، والعجوز إينانغ توشينغ. اعذروني حاول تحفظ الاسم قد المستطاع. الاسم الثاني العائلة الطاروف، عائلة والد راشد في الكويت. أفراد العائلة هم جدة غنيمة، الأب راشد، العمة الكبرى عواطف، العمة الوسطى نورية، العمة الصغرى هند، وشقيقة عيسى من والدة خولة، وأصدقاء الأب هم غسان ووليد. كمان في أصدقاء عيسى ولقبهم بالمجانين الخمسة هم مشعل وتركي وجابر عبد الله ومهدي، وأخيرا صديق عيسى في الكويت الفلبيني المتعرض المسلم إبراهيم سلام. جذور أحداث الرواية هي ستة أجزاء. الجزء الأول عيسى قبل الميلاد، يسعد لنا عيسى في هذا الجزء حياة والدة جوزيفين مع أسرتها المفككة واللي قادتها إلى التخلي عن حلم حياتها في كمال دراستها وتحقيق ذاتها لكي تذهب للكويت وتعمل كخادمة في عائلة الطاروف وتتزوج راشد بالسر. إلى حين تكتشفون عائلة الطاروف وتحديدا غنيمة والدة راشد هذا الشيء وتقوم بطردهم من المنزل بعد محاولات مستميتة من راشد لأن تقبل غنيمة والدته جوزيفين وابنها عيسى، ورفضها المتواصل لهذه الفكرة اضطر أن يطلق جوزيفين ورحلها من جديد إلى الفلبين مع ابنها عيسى أو ابنه كذلك. وتقتصر عملية التواصل بينهم عبر الرسائل ومبالغ شهرية يرسلها إليه. كانت الأسئلة بالنسبة إلى هذا الجزء، ما هي حكاية إيلدا شقيقة جوزيفين الكبرى، وكيف كانت قسوة والدهم مندوزا، ومن هي العجوز إينانغ توشينغ المرعبة، ومتى أيقنت جوزيفين ضرورة ترك الدراسة والبحث عن عمل ولماذا. الجزء الثاني عيسى بعد الميلاد، في هذا الجزء يفقد عيسى والدته للمرة الثانية بعد زواجها وذهابها إلى العمل كخادمة مجددا ولكن في البحرين هذه المرة، وتركها في رعاية خالته إيلدا مع شقيقة من والدته إدريان، ويكون معاهم كذلك ابنة خالته ميرلا اللي تكبر بأربع سنوات. ما يستعرض لنا عيسى في هذا الجزء الاختلال الديني اللي أصابه بين دين المسيحية والإسلام، دين مجتمعه ودين والده اللي كانت تعشم دائما والدته بأن يوما ما راح يرجع للكويت راح يحصل في أرض الأحلام كل اللي يتمنى. الجزء الثالث تحت عنوان عيسى التيه الأول،
يبتعد عيسى عن عائلته في الفلبين ليبدأ البحث عن عمل، أولا كبائع موز ثم يعمل كمدلك، استغل الخبرة التي فرضها عليه جده من دوزة وأتقنها بسببه، ليرى بعد تلك المعاناة أنه حان وقت السفر لأرض الأحلام وتحقيق أحلامه. أسئلة هالفقرة هذه: ما هي الظروف القاسية التي تعرض لها عيسى؟ ومن كان الصديق المنقذ له في هذه الفترة؟ وكيف انقذه؟ وبماذا؟ الجزء الرابع: عيسى التيه الثاني. يصل عيسى لمنزل الطاروف من خلال صديق والده غسان الذي تعهد بأن يكون الأمين على وصية راشد قبل مماته، ولقاء حتفه في حرب صدام إلى الكويت. قام غسان بتعريف عيسى على عائلة الطاروف، وبعدها استعرض لنا عيسى بأنه كان يحاول التأقلم مع العادات والتقاليد الموجودة في منزل الطاروف حبا منه في التقرب منهم، تبديل أو تقليل مدى استنكارهم إليه، واللي دعا خلاهم هالاستنكار أن يعاملونه كخادم في المنزل ويسكنونه في ملحق المنزل. الجزء السادس والأخير: رغم ابتعاد عيسى عن عائلة الطاروف فلم تبارح لعنة الطاروف كما سميتها شقيقة خولة، وجاءت دون قصد هذه المرة هذه اللعنة من صديقة جابر، الأمر الذي لم يدع مجال لعيسى البقاء في الكويت، فقررت ترك الكويت ورجوع للفلبين تاركا وراء تذكار لعائلته. كان التذكار عبارة عن روايته اللي كتبها مستعينا بصديقه الفلبيني المتعرب إبراهيم سلام وشقيقته خولة راشد الطاروف. أسئلة هالفقرة هذه: ما هي المصادفة التي جمعت بين عيسى وجابر غير صداقتهم؟ وما كانت نتيجة هذه المصادفة؟ وكيف حدثت؟ ومن أثرت مباشرة في عائلة الطاروف؟ ولماذا ترك عيسى الكويت وماذا ترك وراءه؟ عجبني بالرواية: واحد، أن الكاتب استنسخ شخصية الصديق الفلبيني المتعرض إبراهيم سلام بالرواية ليقوم بحيلة ذكية ويعود إليها في نهاية الرواية وهي جزئية تعريب الرواية. شيء ثاني، أسند حب القراءة وشغف الأسلوب الأدبي في شخصية شقيقة خولة راشد على كإرث موروث من والده، ليسند إليه تبرير مراجعة الرواية والتدقيق عليها لغويا وترجمة بعض الفقرات عند عد الحاجة. شيء ثالث اللي عجبني في الرواية، أن المؤلف عاش فترة في الفلبين تحديدا بالأرياف للتعرف أكثر على ثقافة وحياة ومعتقدات الفلبينيين، ليقدم بداية غنية وخصبة بمعلومات صحيحة عن هذا البلد وحياة الشعب خصوصا الفقراء فيه، وإن أسهب في هذا الجانب من وجهة نظري. الشيء الرابع اللي عجبني في الرواية، وجود العديد من الاقتباسات الجميلة اللي تصلح في نظري إلى شبكة التواصل الاجتماعي مقاطع من أقوال وحكم. الخامس اللي عجبني في الرواية كان إن عناوين الفصول جذابة وتثير فضول القارئ. نجي للأشياء اللي ما عجبتني بالرواية. واحد، وجود حشو في فترة اللي سبقت سفر عيسى إلى الكويت، حشو كثير ما أعتقد كان لي داعي. اقتطاع أجزاء مهمة في شخصية كانت ثانوية لفترة وأصبحت رئيسية، وهي شخصية ميرلا وشلون توطدت علاقتها مع عيسى. ثلاثة، السلبية المفرطة في عدد من الشخصيات في عائلة الطاروف، وهذا شيء ما عجبني. شيء رابع، وتمنيت أن تكون النهاية أسعد من هاي اللي وصلت لها. لمن تنصح بقراءة الرواية؟ أنصح بقراءة هذه الرواية لكل قارئ يرى أن الإنسانية حق لكل إنسان رغم عقيدة انتماء شكله لونه والأمور هذه والجانب. لكل قارئ يرغب بقراءة قضايا مجتمعية هادفة وعميقة وإن تكررت عناوينها. لكل قارئ لا يبحث في الرواية عن الرومانسية كهدف أو عنصر أساسي في الرواية. تقييم الرواية: قبل تقييم الرواية حاب أن أنوه بأن هذه القراءة الرواية هذه كانت قراءة ثانية إليها، حيث أن قريتها المرة الأولى في فترة نزولها، وكانت معهم كذلك مع بداية قراءاتي للروايات، إلا أني اضطريت أن أقرأها من جديد لاستذكار بعض الأسماء والشخصيات والمواقف اللي كانت موجودة فيها، وهذا للأسف أثر في تقييمي للرواية. ف
فهبطت قيمة التقييم من رواية من 5 نجوم إلى 3 نجوم. وهذا يخليني أوقف قدام سؤال: هل قراءتنا لأي عمل أدبي قراءة ثانية تغير من تقييمنا إلى هذا العمل؟ إن كان نعم فشنو الأسباب؟ هذا السؤال المشاهد. هاي فقرة إضافية حبيت أضيفها في هذه الحلقة على أساس أن أسوي نوع من الاستطلاع بالنسبة لمشاهدين القناة، والسؤال هو: ما هي الرواية القادمة في سلسلة البوكر؟ إلى هنا أقول لكم هذا كان كل عندي لحلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة مراجعة رواية جديدة. لا تنسون تعليقكم في الكومنت أسفل الفيديو إذا عجبكم هذا الفيديو، وما أوصيكم بلايك وسبسكرايب وشير، وتذكروا أن دعمكم وتشجيعكم وقود هذه القناة. أشوفكم على خير ومع السلامة.